السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله، يعني شهر رمضان كان على الناس بداية شهر كريم، بداية تغير جديد لكثير من الناس. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد، إن شاء الله بإذن الله قرب العيد. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة في مراجعة على برنامج الأكسس. برنامج الأكسس هو خاص بقواعد البيانات زي ما احنا شرحنا مع بعض. لو حبينا ان احنا ننشئ قاعدة بيانات فبروح على برنامج الأكسس، بس بنشئ البيانات بتاعتي بأنواع معينة. طيب هدخل على برنامج الأكسس، هيفتح معايا بالشكل ده وهقول له انا عايز اعمل قاعدة بيانات جديدة، فهقول له ايه؟ بلانك داتابيس. هضغط ضغطة واحدة بس، مش ضغطتين، على ضغطة واحدة بس على بلانك داتابيس او قاعدة بيانات جديدة. طيب اول حاجة بيقول لي الفايل نيم، اسم الملف او اسم قاعدة البيانات. اقول له والله انا عايز اعمل قاعدة بيانات، قاعدة بيانات مستشفى. دي القاعدة بالكامل، القاعدة بيكون جواها جداول، بيكون جواها تقارير، بيكون جواها استمارات، بيكون جواها استعلامات، بس اللي شايل كل ده اسمه قاعدة البيانات. أنا قاعدة البيانات بتاعتي اسمها قاعدة بيانات مستشفى. المجلد اللي جنب الاسم بحدد مكان الحفظ، فانا عايز احفظه مثلا على الديسكتوب او سطح المكتب، واقول له ايه؟ اوكي. بعد ما خلصت راح اقول له ايه؟ كرييت او انشاء. طيب فتح معايا بالشكل ده. اول وضع بنشتغل عليه، اما بنشتغل بالوضع ده وهنعرف كمان شويه ازاي اشتغل على الوضع ده، يا اما بروح على حاجه اسمها فيو في امر عنديكم اسمه فيو، واختار منه حاجه اسمها ديزاين فيو، وضع التصميم. فبيقول لي اول جدول هتعمله هتسميه ايه؟ هسميه مثلا الدكاترة. او جدول الدكتورز. قبل ما ابتدي اشتغل انا اول حاجه بعملها ايه هي؟ كنا بنتكلم اي قاعده بيانات في الدنيا عشان اعملها بفكر في كذا حاجه. اول حاجه عندي بعملها في قاعده البيانات تحديد الكيانات الأساسية، تحديد الكيانات الأساسية، ثم بعد كده تحديد خصائص كل كيان. قبل كل ده في حاجة اسمها المفتاح الأساسي. أولاً ايه معنى كلمة كيان؟ يعني ايه الجداول اللي انا هشتغل عليها؟ المستشفى عايز جواها يبقى في جداول اسمها ايه؟ عايز جدول خاص بالدكاترة، جدول خاص بالممرضين، جدول خاص بالمرضى. فدي الكيانات الأساسية اللي انا هشتغل عليها، الجداول اللي هشتغل عليها. طيب حلو خالص، كل واحد فيهم، يعني مثلا جدول الدكاترة، ايه البيانات اللي عايز اضيفها في جدول الدكاتره هي اللي تحديد خصائص كل كيان. كل كيان جواه مجموعه فيلد، مجموعه حقول. ايه البيانات اللي هكتبها في كل كيان؟ وعندي مفتاح اساسي او البرايمري كي، ده اللي بيعمل عمليه ربط ما بين الجداول. لو حبيت ان انا اعمل ريليشن شيب او علاقه. طيب انا جيت دخلت على قاعدة البيانات، انا عايز اعمل جدول خاص بالدكاترة.
اول حاجه الفيلد نيم، اسم الحقل بتاعي اي دي. اول ما تدوس عليها تلاقيه من فوق معلم على كلمه اسمها برايمري كي، المفتاح الاساسي، حتى تلاقي في علامه المفتاح من ناحيه اليسار. نوع البيانات اللي انا هكتبها داخل الحقل دي اسمها الاوتو نمبر. طيب اولا لو خليتها نمبر هضطر ان انا اكتب الارقام يدوي بايدي، اما الاوتو اول ما اكتب اول اسم في الاي دي هيكتب لي واحد، ثاني اسم هيكتب اثنين، ثالث اسم ثلاثة، يعني هو هيرقم تلقائي من عنده. طيب بعد كده عايز اكتب ايه؟ بعد كده الاسم. طيب الاسم بيكون عبارة عن تكست او نص، فنوع البيانات في التكست بيكون يا اما شورت تكست يا اما لونج تكست. شورت تكست هتنزل تحت في كلمة اسمها الفيلد سايز، حجم الحقل، يعني مسموح ان انا اكتب لحد 255 حرف. 255 حرف ممكن امسحها واقول له 50، فكده مسموح ان انا اكتب لحد 50 حرف. طب لو زودت على 255 وقلت له 260 مش هيرضى يعمل معايا، جاب لي رساله بيقول لي غير مسموح. ليه؟ لان الشرط الاساسي 255 ما يزيدش على 255. طيب هتنزل كمان تحت شويه في كلمه اسمها الريكوايرد، مطلوب. قال لك نو، يعني ايه ريكوايرد؟ يعني مش هيقدر يدخل على الحقل اللي بعده من غير ما يملي الحقل ده. يعني انا خليت الاسم عندي اساسي لازم يكتب الاسم، في الريكوايرد هخليه ايه؟ هخليه ايس، يعني مهما تعمل لازم تحط لي، لازم تملي البيانات الخاصه بالاسم. طيب هنا بعد كده هكتب مثلا العنوان، فالعنوان شورت ولا لونج؟ على حسب، لو انا عايز اكتب اكتر من 255 حرف هقول له لونج تكست. طيب هقول لك مثلا رقم التليفون، رقم التليفون بيكون عبارة عن ايه؟ ارقام، فانا هختار نمبر. طب ليه ما اختارش اوتو نمبر؟ لان الاوتو هيكتب لك ترقيم تلقائي من عنده، بيعمل لك التسلسل اللي هو 1 2 3، اما رقم التليفون انا عايز اعمله مانيوال. الاوتو بيكون عباره عن حاجه اوتوماتيك، اوتو نمبر معناه اوتوماتيك نمبر، الارقام التلقائيه. ورقم التليفون انا عايز اكتبه بايدي، اقول له ايه؟ اقول له نمبر. طيب حلو خالص، اجي مثلا بعد كده هكتب التاريخ، اي حاجه فيها تاريخ وقت هختار حاجه اسمها ايه؟ ديت اند تايم. فين ديت اند تايم؟ اهو ديت اند تايم، ديت اند تايم. طيب لو قلت لك ضيف لي العمله، العمله يبقى اختار ايه؟ حاجه اسمها الكرنسي، الكرنسي، او بدل العمله هخليها المرتب. وهنا مثلا في التاريخ هخليه مثلا تاريخ التعيين. المرتب كرنسي. طيب المرتب عايزه بعملة الجنيه المصري، هتنزل تحت على كلمة اسمها فورمات، أول ما تدوس عليها في السهم اللي ناحية اليمين اختار جنيه مصري. دور فين الجنيه المصري؟ مش موجود، أنا عايزها بالدولار حاليا أهو. طيب ليه مش موجودة؟ إن لازم أضيف اللغة العربية من السيتنج، بقول له تايم أند لانجويج، بقول له لانجويج، واقول له في اد لانجويج اروح اضيف اللغه العربيه اللي عندي. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ بروح على كنترول بانل، ده كله ده عشان اضيف العمله اللي هو بالدين المصري. نروح على كنترول بانل واقول له لوك اند ريجون، واقول له ريجون، واختار من الفورمات، هنا هختار عربيك، من الفورمات هختار عربيك، كل ده عشان احول او اظهر معايا عمله الجنيه المصري. انا العملة اللي عايزها هنا بالدولار.
طيب انا عايز لما احط مرتب يبقى اقصى قيمه عندي تكون اكبر من 3000، يعني لو حطيت مرتب اقل من 3000 ما يكتبش معايا. فبروح عند حاجه اسمها الفاليديشن رول. يعني ايه الفاليديشن رول؟ الشرط الاساسي، هقول له لو اكبر من 3000 يبقى لازم المرتب يكون اكبر من 3000. طيب لو كتبت رقم اقل من 3000 ايه الرساله اللي تظهر؟ فاليديشن تكست، المرتب لا نقبل بمرتب اقل من 3000. يبقى الفاليديشن رول حطيت الشرط الاساسي، يعني لو جيت كتبت اي حاجه اقل من 3000 مش هتكتب معايا. اما في الفاليديشن رول، الفاليديشن تكست، النص اللي يظهر معايا لو انا كتبت القيمه غلط. طيب ده بالنسبه للمرتب. طيب لو عايز اضيف حاجه اسمها لينك الصفحه بتاعته، اروح اختار حاجه اسمها ايه؟ الهايبر لينك. هايبر لينك، طب عايز اضيف صوره ليه؟ اي حاجه عايز اضيفها سواء كان شكل، صوره، ملف معين، هختار اتاتشمنت. عايز اضيف مثلا السيره الذاتيه، انا هضيف ملف، اروح اختار اتاتشمنت، هنا اتاتشمنت. طيب المره دي عايز اعمل حاجه اسمها الحاله الاجتماعيه. يعني ايه الحاله الاجتماعيه؟ في الحاله الاجتماعيه بعمل ليست او قائمه، ليست او قائمه. فالقائمه دي اعملها ازاي؟ بروح على الداتا تايب وبختار حاجه اسمها اللوك اب ويزارد. فاكرين داله البحث اللي خدناها في الاكسل اللي اسمها اللوك اب؟ انا كاني هبحث على ايه؟ على قائمه او لوك اب ويزارد. فتح معايا قائمه بالشكل ده، بيقول لي اختيارين. اول اختيار I want the lookup field to get the values from another table or query، يعني انا عايز اجيب اللي هو القائمة بتاعتي من جدول او استعلام تاني. اما التاني بيقول لك I will type in the values that I want، يعني انا هكتب القيم بنفسي، انا هكتب القائمة بنفسي. هروح احدد الاختيار التاني، هقول له انا عايز اكتب القائمة بنفسي، واقول له ايه؟ نيكست. هاجي تحت كولوم 1 اكتب اللي عايزه يظهر في القائمه. اعزل مثلا، اضغط على الخليه اللي تحتها واكتب متزوج. الخليه اللي تحته مطلق. ارمل. رحت انا حطيت القائمه اللي تحت بعد خلصت، اقول له ايه؟ فينيش. يبقى اعملها تاني ازاي؟ حد يقول لي ما هو لسه زي ما هو شورت تكست. انت صح، لان لو جيت لو هو وقف على الاخيره هتلاقي القائمه دي اللي ظاهره معاك، مش هتقفل اصلا. فعلشان هو عارف لو دست على الاختيار الاخير القائمه دي هتظهر معاك ومش هتقفل، فاختار لك حاجه اسمها شورت تكست. بس انت ماشي صح، اقول له اي ويل تايب، يعني انا عايز اكتب البيانات بنفسي، اقول له نيكست. هتيجي تحت كولوم 1 هتكتب القائمه بتاعتك. اقول له بعد كده فينش. كده انا خلصت البيانات بتاعتي. عايز اعمل ايه بعد كده؟ عايز ابتدي اكتب البيانات داخل التيبل. اي حاجه بعملها هتلاقي اسمها موجود من فوق، اعمل لها حفظ ازاي؟ كليك يمين عليها وسيف. فلازم تعمل حفظ لاي شغل انت بتعمله، كليك يمين واقول له سيف. عايز اروح للوضع اللي هبتدي اكتب فيه من فيو، واقول له ايه؟ data sheet view، من view واقول له data sheet view. هاجي هنا اكتب اللي انا عايزه، ابتدي املي البيانات. بمجرد ما هكتب اول حرف قال لي واحد اهو، هنا رقم التليفون. الصفر مش هيظهر معايا ليه؟ لان انا مختار نوع البيانات نمبر. طب لو عايزه يظهر
اروح اختار نوع البيانات تكست اللي هو شورت تكست. يعني انا بكتب في العنوان ده، هنا لما اجي اكتب رقم التليفون عشان نختار نمبر الصفر مش هيظهر معايا، اظهره ازاي؟ انا اختار نوع البيانات ايه؟ تكست. تاريخ التعيين في علامة اجندة ظهرت انا هدوس عليها اهو، واختار التاريخ اللي هو تعين فيه مثلا. هنا بقى في العملة تعالوا كده نكتب 2000، قال لك لا نقبل بمرتب اقل من 3000، ادي الرسالة بتاعتي اهو. اروح اكتب مثلا 3000، برضه مش ظاهر لان انا جاي له اكبر من 3000، اقول له مثلا 4000. كتب معايا اهو. هنا لو عايز اضيف اللينك كوبي بيست، او اختار كوبي بعد كده اقول له بيست، هيظهر او هيضيف معايا اللينك بتاع الصفحه. هنا بالنسبه للمرفقات لو عايز اضيف مرفق بضغط ضغطتين كليك شمال على علامه الدبوس اهو. اضيف مرفق ازاي؟ هروح على كلمه اسمها اد او اضافه، ادوس عليها واختار الملف اللي انا عايز اضيفه ايا كان الملف، بقول له اوبن كده انا ضفت، اقول له اوكي. راح قال لي واحد اهو. هاجي على اللي بعده، عايز اضيف مثلا مرفق، ضغطتين كليك شمال اد واختار المرفق اللي انا عايزه واقول له اوبن، واقول له بعد كده اوكي. عايز احذفه ريموف. طيب بعت الاكسس لشخص والشخص ده عايز يحفظ الملفات دي عنده، يحفظها ازاي؟ يحدد الملف ويقول له سيف اس ويفتح معاه الجهاز ويحدد المكان اللي عايز يحفظ فيه. طب لو عندي اكتر من ملف وعايز احفظهم، سيف اول، لو عايز افتحه اللي هو اوبن، لو عايز اعمل له ازاله ريموف. في الحاله الاجتماعيه ظهرت قائمه هختار منها اللي انا عايزه. طيب انا هنا مش عايز اخلي علامه الدبوس، انا عايز اغير الاسم، الاسم ده معصبني، الاسم ده مش عاجبني، انا ما اعرفش ده بتاع ايه. طيب عندك في حاجه اسمها التيبل فيلد، تيبل فيلد اتاكد ان انا واقف عليه، واروح اقول له حاجه اسمها النيم اند كابشن، يعني اسم الفيلد او الحقل. هاجي عند الكابشن، اجي عند الكابشن واكتب مثلا، هنا كنا بنضيف صوره، واقول له اوكي غير لي اسمها صوره. هنا برضه هروح على التيبل فيلد واقول له نيم اند كابشن، والمره دي هقول له السيره الذاتيه، اقول له اوكي. هكتبها فين؟ في الكابشن، بغير اسمها. طيب انا دلوقتي لو واقف هنا ورحت قلت له حاجه اسمها الديفولت فاليو، فتح معايا قناه بالشكل ده، هقول له الديفولت فاليو مثلا كمثال 3000، اقول له اوكي. هتلاقي في كل صف هتدرجه ضاف لك ال 3000 رقم اساسي، تغير فيه زي ما انت عايز، تغير فيه زي ما انت عايز اهو، فبيخلي لك قيمه اساسيه تشتغل عليها. ده هخليه مثلا 4000. طيب حلو خالص، انا لو عايز اخلي الحقل ده ليه مش عايز يعمل معايا؟ بيقول لك يو ماست انتر ا فاليو ان ذا دكتور، لازم تدخل الاسم ان احنا خلينا الحقل ده مطلوب. طيب لو عايز اخلي حقل عنوان مطلوب، لسه هرجع تاني على وضع الديزاين واعلم علامه صح على ريكوايرد، اقول له يس. لا، في التيبل فيلد اخر حاجه في حاجه اسمها الفيلد فاليديشن، هروح اعلم علامه صح على كلمه اسمها ريكوايرد، يعني حتى لو جيت وقفت على الاسم هلاقيه معلم علامه صح على ريكوايرد. طيب بالنسبة للمرتب دي، الشرط الأساسي بتاع المرتب لو عايز أعمله تاني من هنا من القائمة دي من غير ما أرجع للديزاين فيو، ممكن أعمله إزاي؟ من الفاليديشن، وأقول له فاليديشن أو فيلد فاليديشن رول،
هكتب هنا الشرط الاساسي بتاعي واقول له بعد كده اوكي. طيب الرساله اللي هتظهر من الفيلد فاليديشن مسج، اكتب الرساله بتاعتي. طب ليه ظاهر معايا بالشكل ده؟ عشان خاطر انا عملته فين؟ داخل الديزاين فيو. طيب هنا عايز اغير نوع البيانات، لسه هرجع لا من الداتا تايب فوق من التيبل فيلد في حاجه اسمها الداتا تايب، اقول له شورت تكست. تعالوا كده نكتب رقم التليفون، الصفر ظهر معايا. انا لسه هرجع تاني للديزاين فيو؟ لا، من فين؟ زي ما قلنا من الداتا تايب، واختار نوع البيانات اللي انا عايزها. هنا برضو نفس القصه، ده داتا تايب ظهرت معاك، بس هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عايز تضيف، لو عايز تضيف او تحذف، اد اند ديليت. انا عايز اضيف عمود تاني بس نوع البيانات مثلا يس اور نو، يعني دفع ولا لا. اروح اختار حاجه اسمها ايه؟ يس اور نو، واكتب اسم الحقل حاله الدفع، فظهر معايا الحقل اللي انا ايه كنت عايز اضيفه من اد اند ريموف. طيب عايز اعمل له ازاله، ديليت او حذف. طيب ينفع اول ما ادخل على الاكسس على قاعده البيانات ما اروحش على الديزاين ومن هنا ابتدي اكتب البيانات بتاعتي؟ اه، بيقول لك من فوق كليك تو اد، اضغط علشان تضيف العمود اللي انت عايزه. اول ما تدوس عليه ظهر معاك انواع بيانات كتير، اقول له الديت اند تايم، او اقول له مثلا الشورت تكست، واكتب اسم الحقل اهو اسم بس. هاجي هنا اختار نوع البيانات اللي انا عايزها واكتب اسم الحقل. يبقى من كليك تو اد هختار نوع البيانات وهيدرج معايا العمود اهو بالشكل ده، واكتب اللي انا عايزه. عايز اغير علامه الدبوس من نيم اند كابشن، ومن الكابشن اكتب الاسم اللي انا عايزه اللي هو المرفقات، واقول له اوكي فادرجه معايا. طيب يبقى يا اما بروح على الديزاين يا اما من الداتا شيت، بس هضغط على الكلمه اللي هي اسمها كليك تو اد. طيب ده بالنسبه للتيبل فيلد. طيب التيبل بس في حاجه اسمها بروبرتيز، خصائص الجدول. هنا الاورينتيشن الاتجاه بتاعه، الاتجاه بتاعه اقول له رايت تو ليفت، اقول له اوكي. بس انا لازم اعمل الكلام ده ازاي؟ بصوا كده، اول ما اروح على قائمه هوم، في قائمه من فوق اسمها قائمه هوم، هتلاقي في سهم صغير تحت في الجروب اللي هو اسمه التكست فورمات. تحت خالص في كلمه اسمها دايركشن، اتجاه النص. ليفت تو رايت يعني يخلي لك البيانات بتاعتك من اليسار الى اليمين، ولا من اليمين الى اليسار؟ طيب ليه مش عايز يحول معايا؟ طالما كتبت داخل قاعدة البيانات مش هيحول. بحول امتى؟ بحول في الاول خالص قبل ما ابتدي اكتب، او على هوم السهم اللي من تحت، واقول له رايت تو ليفت، فحول معاك بالشكل ده. لكن طالما كتبت قاعدة البيانات مش هيرضى يحول معاك. ده قلنا نوع الخط، ده حجم الخط، ده لو عايز اتخن الخط، اميل الخط، عايز احط خط تحت الكلام، عايز اغير لون الخط، ادي المحاذاه بتاعتي. وده لو عايز اعمل هايلايت او ظل على الخلفيه، وهكذا. ده برضو بالنسبه للالوان اللي عندك، الوان اكتر بتظهر. عايز ارتب من ايه للزد، هختار ascending. عايز ارتب من الزد للايه descending. عايز اعمل فلتره من كلمه فلتر، حتى لو جيت ضغطت على السهم اللي جنب الاسم فظهر معاك شكل الفلتره. اول ما اشيل علامه الصح من محمد واقول له اوكي، فشل لي الصف بتاع محمد. اروح على فلتر تاني واروح اعلم علامه الصح على محمد، هيظهر معايا. في حاجه اسمها التوجل فلتر، اول ما ادوس عليها شو اللي بيحصل معايا؟ بيوديك على اول صف.
طيب السلكشن لو عايز اعمل تحديد، طيب هنا الادفانسد انا لو عايز اعمل فلتره على حسب ايه؟ هنا عايز احذف الفلتره كلير اول فورمات، عايز ابتدي انشئ ريكورد جديد او صف جديد نيو، عايز احفظ سيف، عايز اعمل تصحيح املائي سبيلنج مور، ده بقى لو عايز اظبط اللي هو ارتفاع الصف، وعايز اظبط عرض الحقل، عايز اعمل تجميد من فريز فيل، عايز اخفي من هايد فيلد. حلو خالص لحد دلوقتي. هنا لو عايز ابحث على كلمة معينة فايند، عايز استبدل ريبليس جو تو، لو عندي اكتر من اسم عايز اروح للاسم الاول او الاسم الفيرست او الاسم الاخير اللي هو اللاست، او لو عايز اروح للاسم اللي بعد كده او ارجع للاسم السابق. سيلكت لو عايز اعمل تحديد لكل الموجود عندي بالشكل ده، اغير النوع واظبط زي ما انا عايز. هنا في علامة فلترة ظاهرة، معناها ان انا عامل فلترة، اشيل من عليها فهتلاقي العلامة اتشالت من عندك. طيب انا لو واقف هنا ورحت وقلت له توتالز، خلينا هنا ونقول له توتالز، فتح معايا صف المجموع اللي هحسب فيه المجموع بتاعي اهو توتالز، احسب لي المجموع، مجموع المرتب. طيب حلو خالص، ده بالنسبة لإنشاء القائمة. طيب لو عايز أنشئ استعلام، يعني أنا هنا عندي إيه؟ دي خليها زي ما هي. أنا عندي الأي دي وحالة الدفع والاسم والعنوان ورقم التليفون، أنا مش عايز أظهر كل ده، أنا مش عايز أظهر البيانات دي كل ده، أنا عايز الاسم ورقم التليفون وتاريخ التعيين والمرتب بس، او عايز الاسم وتاريخ التعيين والمرتب، مش عايز اكتر من كده، مش عايز اظهر كل ده. اي حاجه بنشئها بروح على كرييت، اي حاجه بنشئها بروح على كرييت. عايز انشئ استعلام على الحاجات دي بس، انا عايز اظهر الاسم وتاريخ التعيين والمرتب، هقول له حاجه اسمها الكويري ديزاين، اضغط هتفتح معاك مستطيل طويل، يا اما هتظهر بالشكل ده ناحيه اليمين، احدد اللي انا عايز اظهره واقول له اد سيلكتد تيبل واقفل القائمه. اول ما يظهر بالشكل ده هتنزل تحت عند كلمه اسمها فيلد او حقل، انا عايز اظهر ايه؟ انا عايز اظهر الاسم، هتيجي للعمود اللي جنبه هتختار تاني عمود انت عايز تظهره، انا عايز اظهر تاريخ التعيين. طب اللي جنبه عايز اظهر المرتب. هنا بيديلك من تحت التيبلز الجدول اللي هجيب منه البيانات، خلاص انا عايز اظهر الثلاثه دول بس، الاسم، تاريخ التعيين، المرتب. قلنا اي حاجه بعملها بعمل لها حفظ، كليك يمين سيف. اسم الاستعلام هتسميه ايه؟ انا هسميه استعلام واقول له اوكي. بعد كده هروح اقفله كلوز واروح افتح من ناحيه اليمين الاستعلام بتاعي، فظهر ليك الاسم وتاريخ التعيين والمرتب، الحاجات اللي انت مستعلم عنها بس، كاني بعمل فلتره. يبقى تاني ميزه الاستعلام، انا عايز اعمل فلتره، انا عايز اظهر بس عمود الاسم وتاريخ التعيين والمرتب، وبروح على كرييت واروح اقول له ايه؟ كويري ديزاين. طيب بس لازم اكون واقف على الجدول الاساسي. طيب انا واقف على الجدول الاساسي وعايز انشئ استماره، هقول له فورم او استماره، فورم او استماره. ادي شكل الاستماره، الاستماره ظهرت بالشكل ده. حلو. عندك اول ما ضفت الاستماره ظهرت ثلاث قوائم من فوق. قائمة اسمها فورمات، من خلالها بغير برضو نوع الخط، حجم الخط، اللون، لو عايز اخلي الخط غامق شوية من بي، عايز اغير اللون وهكذا، عايز اغير الداتا تايب من هنا، عايز احط
الصورة الخلفية من الباك جراوند ايمج، عايز استخدم الكونديشنال فورماتنج لو الناس تفتكر اللي هي التنسيقات الشرطية اللي خدناها في الاكسل، واقول له نيو رول وابتدي احط الاساس بتاعي. انا هعمل كونديشنال فورماتنج مثلا للقيم اللي هي ايكوال تو هتساوي مثلا 10، واختار الالوان من هنا واقول له بعد كده اوكي. الشيب اوت لاين هو لون الحد الخارجي، الشيب فيل لون التعبئه من الداخل، اهو ده لون التعبئه من الداخل. جنبها في كلمه اسمها الرينج، ده لو عايز اضيف صف او عمود اللي هو انسرت اباف او بلو، بضيف صف تحت او صف من فوق. اما انسرت ليفت ورايت بضيف صف ناحيه اليمين، او انا اسف عمود ناحيه اليمين او عمود ناحيه اليسار. اما كلمه فورم او ديزاين، هنا لو عايز اضيف مثلا تكست بوكس، دي حاجه اسمها ايه التكست بوكس، هدوس عليها وانزل اشوف المكان اللي عايز اضيف فيه مربع النص اهو. شوف انا عايز اكتب ايه جواه هنا. طيب في حاجه اسمها هنا البوتن اللي هو الزر، هدوس عليه. انا عايز اضيف الزر هنا مثلا، الزر ده عايز لما تيجي تدوس عليه ايه اللي يظهر ليك؟ هقول له والله عايزك لما ادوس على الزر ده تقفل لي الفورم او الاستماره. من فورم اول حاجه بختار الاساس بتاعي، ومن عن طريق الزر ده هتعمل ايه؟ هتعمل لي اغلاق للاستماره كلوز فورم، اقول له ايه؟ فينش. احنا قلنا نعمل له حفظ، اختار اكتب استماره بقول له اوكي، واروح افتح اقفلها الاول واروح افتحها مره ثانيه. اول ما ادوس على الزر ايه اللي حصل؟ قفل الاستماره. فالزر ده بيعمل لي الامر اللي انا مختاره، اول ما ادوس عليه قفل الاستماره. طيب انا عايز ابتدي اعدل في الاستماره، كليك يمين واقول له اللي اوت فيو وضع التخطيط، واختار من هنا الزر اللي انا عايزه اهو، ادوس على علامه الزر واحدد المكان بتاع الزر وهشوف انا عايز ايه بالظبط. هنا بيقول لي الريكورد اوبريشن، العمليات الخاصه بالسجل. هقول لك انا الزر دي هتضيف لي مثلا ريكورد جديد واقول له فينش، اقفل برضو الاستماره واجي افتحها مرة تانية. أول ما هدوس عليها فأدي بيقول لي املي ملي معاك السجل الجديد. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. أنا هفتحها في وضع اللي أوت فيو، فدي كلها زر، أختار الزر اللي أنا عايزه من هنا. طيب لو عايز أضيف لوجو أختار من حاجة اسمها لوجو، فتح معايا عندي سطح المكتب واختار اللوجو اللي انا عايزه اقول له اوكي فضاف معايا. انا عايز اغير الاسم اقول له التايتل، اكتب الاسم اللي انا عايزه الاستماره، يا اما هضغط عليها ضغطتين كليك شمال. عايز اضيف التاريخ والوقت اقول له ايه الديت اند تايم واقول له اوكي، فادرج معايا التاريخ والوقت. عايز اتحرك ما بين الاستمارات من الاسهم اللي من تحت دي، ادي واحد وادي اثنين اقفلها برضو. احنا قلنا اي شغل بعمله بقفله. اقفل برضو الاستعلام. انا المرة دي هنشئ تقرير او ريبورت، هروح على كرييت واقول له ايه ريبورت او تقرير، هيظهر معايا بالشكل ده، وبرضو هتلاقيه فتح معاك ايه نفس الاعدادات اللي هي الرينج اضافة صف او عمود، فورمات اللي هي التنسيقات اللي عندك، والبيج سيتاب اللي هو اعدادات الصفحة اللي هو انت عايزها لاندسكيب افقي ولا بورتريت راسي، ولا عايز تعملها في اكتر من عمود، ولا عايز تعمل هوامش ليها، ولا عايز تغير السايز او الحجم، وهكذا. هنا برضو ظهر معاك اللي هو الازرار بتاعت التحكم، لو عايز اضيف ارقام للصفحات بيج نمبر، عايز اضيف لوجو، عايز اضيف عنوان، عايز اضيف تاريخ ووقت وهكذا. عندي ارقام وعايز احسب المجموع من التوتالز، هذه معادلات الصم.
واقف هنا اهو، واروح اقول له اولا انا لما اكون واقف في العمود بتاع المرتب فظهرت معاك حاجه اسمها الصم، ادوس عليها فحسب لك من تحت المجموع، حسب معاك المجموع 8000 4 و4. طيب قلت له الافريج هيجيب لك المتوسط، لو قلت له الماكس اكبر قيمه، المين اصغر قيمه، وهكذا. دي المعادلات الاساسيه اللي هو بيجيبها لك. ده الفيو اللي هو الوضع اللي انا شغال عليه. اقفل الاستماره سيف، هقول له مثلا اقفل التقرير انا اسف، اقول له اوكي، برضه اعمل له ايه كلوز كده. انا انشات جدول، انشات استعلام، انشات استماره، انشات كمان تقرير. من الاكسترنال داتا لو عايز اجيب بيانات من بره، بيانات من الاكسل، يدرجها لي في قاعده بيانات داخل الاكسس. او عندك حاجه اسمها اكسبورت وعندك حاجه اسمها امبورت. امبورت معناها استيراد، يعني هجيب حاجه من بره واحطها داخل برنامج الاكسس، بختار من هنا انا هجيبها من فين، من الاكسل، هيدرج لي البيانات اللي في الاكسل داخل الاكسس. اما لو عايز اصدرها، يعني اصدرها يعني اللي انا عامله ده عايز اخليه داخل اكسل اهو، اكسبورت، واختار اكسل واعمل له عمليه تصدير للاكسل. طيب الداتا بيز تولز ده لو عايز اعمل علاقه ما بين جدولين من ريليشن شيب. ده بالنسبه للقوائم دي. عندك الفايل لو عايز انشئ قاعده بيانات جديده اقول له نيو، اقول له بلانك داتا بيز، يا اما اختار من هنا اي قاعده بيانات جاهزه. لو عايز افتح قاعده بيانات على الجهاز من اوبن اقول له براوس. لو عايز اعمل له حمايه من انفو واختار حاجه اسمها انكريبت ويز باسورد، عايز احفظها اقول له سيف اس، واتاكد ان هو معلم على كلمه اسمها سيف داتابيز اس، حفظ قاعده البيانات كايه. طيب عندك بعد كده تحت خالص في امر اسمه سيف اس، يبقى بعد ما اتاكدت ان انا محدد سيف داتابيز اس اقول له سيف اس، اقول له يس. حدد مكان الحفظ من هنا واقول له بعد كده سيف. بس هنا لما انا اجي احفظ في ناس بتغلط غلطه شنيعه، اللي هي بتكون فاتحه كل الحاجات دي من فوق وتيجي تحفظ ما يرضاش يحفظ معاك. هنا في الاكسس علشان تحفظ لازم تقفل كل اللي فوق ده، نقفل دول وتروح بعد كده تعمل سيف او اختار سيف داتابيز اس واقول له سيف اس واحدد مكان الحفظ. برنت لو عايز اعمل طباعه سريعه، اما لو قلت له على كلمه برنت فتح معاك اعدادات الطبعه، اما لو قلت له حاجه اسمها برنت بريفيو جاب لك الشكل اللي هيطبع عليه. كلوز هيقفل لي الصفحه اللي انا شغال عليها، اما اكزت بيقفل لي صفحه العمل ككل. اكونت لو عايز اغير لون الاوفيس او لون المود بتاع النظام، ادي البلاك وهكذا. هنا بيديني الاصدار بتاعي ده لو عايز اعمل ابديت او تحديث الاوفيس. فيدباك رايي عن شركه مايكروسوفت، اوبشن بيظهر لك الاعدادات من جنرال في حاجه اسمها اليوزر نيم او اسم المستخدم، الاوفيس سيم اللي هو لون النظام، عندك برضه حاجه اسمها اللانجوج اللغه اللي انا شغال بيها، الكستمايز ريبون لو عايز اضيف حاجة لشريط القوائم اللي عندك فوق من هنا، أتأكد إن أنا معلم علامة صح على الحاجة المتضافة أو ظاهرة عندي، عايز أضيف حاجة لشريط الوصول السريع من كويك أكسس تول بار، وأحدد الأداء اللي عايز أضيفها وأقول له آد أو إضافة. أولاً إحنا قلنا إن فايل هوم كرييت دول اسم شريط القوائم أو التابات، كل قائمة نازلة منها مجموعة أدوات فده اسمه الريبن أو شريط الأدوات. اللي فوق ده اسمه شريط الوصول السريع، ده اسمه شريط العنوان، واللي من تحت اسمه شريط الحل. ده بكل بساطة وسهولة الاكسس. الاكسس الناس كانت شايفاه صعب، الناس كانت شايفاه متعب، الاكسس بسيط بس لازم نعود نفسنا عليه. حد عنده سؤال في برنامج الاكسس؟ شرحناه بالتفصيل، اخذ مننا 3 محاضرات يعني 3 ساعات. النهارده عملنا مراجعه عليه،
ما اطولش معايا. حد عنده سؤال بخصوص برنامج الاكسس؟ لا الناس. طيب مش هطول على الناس اكتر من كده، ان شاء الله باذن الله ميعاد المحاضرة بتاعنا بكرة هيكون الساعة 8:30. هناخد ساعة واحدة بس، هناخد ساعة واحدة بس، ميعادنا 8:30 عشان خاطر في محاضرة بعدنا الساعة 10. محاضرة بكرة هنشرح فيها أساسيات الإنترنت مع البريد الإلكتروني، مع البريد الإلكتروني. تمام؟ يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله هنعمل مراجعة على أساسيات الكمبيوتر مع التعاون عبر الإنترنت. ناخد أجازة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بتاع العيد، هنرجع بعد العيد على طول، هنبتدي بعد كده نحل اللي هو حلول الاختبارات الدولية لكل مديول من المديولات الموجودة معانا. نكتفي كده النهارده ان شاء الله، ونلتقي بكره مع بعض الساعه 8:30. هناخد زي ما قلنا ساعه، مش هنطول اكتر من كده. باذن الله زي ما قلنا الجدول الزمن اللي نمشي بيه لحد نهايه الاسبوع. اللي عنده مشكله هندسه ما يحضرش بكره، اللي عنده مشكله مش مشكله يحضر. مش هجبر الناس، يعني احنا كلنا بنصلي التراويح، يعني حتى انا بصلي التراويح. يعني العشاء بيقدم الساعة 7 وشوية، 7 أو 7:05 بالنسبة لتوقيت القاهرة، فأغلب الجوامع بتخلص 8 وربع، 8:30، 9، إلا ده 90% من الجوامع بيخلصوا في المواعيد دي. اللي عنده مشكلة ومش هيقدر يحضر ما عنديش أي مشكلة، ممكن ما يحضرش. بكرة بس استثناء، لأن احنا لازم ناخد يوم بكرة، بكرة بس استثناء عشان في محاضرة الساعة 10. أما يوم الأربعاء والخميس هيبقى الساعة 10 إن شاء الله. نتفق كده النهاردة، وإن شاء الله بكرة ميعادنا الساعة 8:30. هنحاول نستنى الناس شوية كده، مثلا 8:30 و5، 9 إلا ربع، بحيث إن احنا هنخلص، هناخد ساعة واحدة بس هنخلص، يعني على 10 إلا ربع إن شاء الله نكون خلصنا. نلتقي بكرة إن شاء الله الساعة 8:30. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.